انا حياتي بتضيع في السنه دي، يعني انا كنت حرفيا حياتي بتضيع، ما ينفعش ان انا استمر في اللي انا فيه. دخلت العمليات بعد ما خرجت، الجزء اللي تحت ده مش حاسس بيه خالص. كنت انا باخده من الدور الارضي على كتفي وعلى ظهري واطلع بيه الدور الثالث مع الوزن الكبير ده قوي، عمل لي مشكله في العمود الفقري. مع السباحه طبعا عملت دايت ونزلت الحمد لله في الوزن. طبق بلاستيك كبير واملاه له ميه واحط له ستوب واتش، اعمل له تدريب نفس. ربنا كرمني بثالث عالم وحققت 2 ذهب. احنا تعبنا قوي، تعبنا قوي لغايه ما وصلنا كده. أفلام الكوميكس دايما بيصوروا إن في أبطال من وحي الخيال قادرة تحقق معجزات ما تحصلش في الحقيقة. لكن الحقيقة قادرة تعكس إن في أبطال في الواقع قادرين يحولوا المستحيل لممكن.